صدمت الراقصة المصرية دينا متابعيها اليوم بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت مرتدية الحجاب الأبيض وعباية طويلة بيضة مطرزة بخيطان من الذهب. وأثارت دينا الجدل بين متابعيها وعلقت على الصورة قائلة قريبا، ورجح البعض إلى أنها في طريقها إلى الاعتزال، والبعض الآخر اعتبر أنها نشرت صورا من كواليس تصوير مسلسل أو فيلم معين، حين أشار العديد من المتابعين إلى أن الحجاب يليق بها كثيرا. والكثير بالذكر أن دينا سبق أن نشرت فيديو وهي ترقص ببدلة الرقص على أغنية حسين الجسمي حتة مني. في سياق مختلف تشارك الفنانة الاستعراضية دينا في مسلسل البحث عن علا مع مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم هند صبري ويسرى وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبا. المسلسل مستوحي من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.